أنا عهد السائرة الحرة القوية ثلاث أرباع شاب وربع بنت. أنا حدا ما بخاف وما بهمه شي. أي هذا أنا. بالنسبة للقصف أبدا ما بأثر على حياتي، بالعكس يعني بحس إنه إذا قاعدة أنا هون البرميل بنزل هناك، إذا أنا قاعدة هناك البرميل بنزل هون، يعني البرميل لحاله بهرب مني. أشتغل بالإغاثة، تأمين مواد غير غذائية وأحيانا غذائية لمدينة حلب وللريف. يعني هن بيلاقوها غريبة اللي حوالي، انه بحس من نظراتهم انه بنت ايش عم تعمل بيناتهم، بس يعني انا بالنسبة لإلي عادي. اليوم جبنا مواد من الريف لحلب، طبعا كانت دخلتهم على مسؤوليتي. عشان هيك كل اليوم كنت ملبكة وقلبي بكفي. حكيت مع بابا باسلوب انه انا عندي امكانيات بقدر اقدمها للعالم، اللي هو مساعدة المصابين كان بوقتها دار الشفاء. قلت لهم انه ثلاث ارباع الدكاترة واللي بيشتغلوا بالمجال الطبي هربوا، واشي ما اقتنعوا، واشي كان غصب عنهم. بعدين رجعت رحت صالحتهم، شوي شوي اقتنع. بس يعني انا هون كنت عم بنزل على دار الشفاء وبشتغل فيه. فاكيد رح تضل عم تنزل. نحن قدام مشفى دار الشفاء وما عم ننزل، ما بنقدر ننزل لانه صاير مستودع مازوت. انه هون كان احلى ايام حياتي بالثوره، طبعا بعد ايام المظاهرات، لانه احلى ايام كانت ايام المظاهرات. بس لما جيت لهون، هون عن جد كان الشغل انه لله وللثورة وللبلد، ما كان حدا عنده غايات. وقت بتجيكي اصابة خلص ما بتفكري انه انت بتخافي ولا بترتعبي من الدم ولا او ماي جاد. هلا اكيد بتتاثري، يعني كنا ياما احيانا نكون في قدامنا مصاب انه ايه نكون عم نشتغل ونخيط ونعمل ونحن عم نبكي انه وشنا مليان دموع وانه نحن عم نشتغل. اول شيء كنا نطلع مظاهرات، كنا متفائلين. طالبت بالجيش الحر، عم جاني الجيش الحر وداعش والنصر. كنا عم نقول سوريا للجميع، عم طلعت للجميع للجميع، اجوا كلياتهم لعندنا. معناها هلا بقولوا لي البسي مانطوب البس، بكره بقولوا لي طبي على وشك بطوب، بعدها بقولوا لي لا تطلعي ابدا من البيت ما بطلع، بس صار شوي تانية بقولوا لي لا تتنفسي فانا بموت. حاج لما بكون جاي من برا جايبه معي كياس او هيك، عن جد نظراتهم بحسها بتتاكلني، انه يعني انه شلون هيك انه بنت شايله اكياس وعيطلي وجاي. يعني هون برجع عهد القديمة، انا هيك يعني انا هيك قبل الثورة وقبل ما يصير الكتائب الإسلامية المتشددة. اي والله بمري. بتعرفي انه انا مسدسي دائما ملقم هيك، شايل شلت الامان هيك مأمن، هو ملقم بس بضل مأمن.
ثانية برفع الأمان وبضرب إذا تعرضت لطارئ. فإنك تعيشي هي الحياة كتير متعبة، ولو إنك قوية وما بتخافي من شيء، بس إنه هيك تضلي بوضعية التأهب كتير وضع متعب. النبع القوة اللي عندي هو إيماني بالشيء اللي أنا بعمله. بس إنه عن جد في كتير علاقة قوية بيني وبين حلب وشوارع حلب، كتير برتاح حتى يعني حتى بعد ما تهدمت كتير برتاح لما بمشي بشوارع حلب، خصوصي بشوارع حلب القديمة. من قبل كنت أحسها بتضحك، هلا بحسها بتبكي، بس ما زالك بحبها كتير. يعني بحسها حلبنا، هذا القسم المحرر، إنه هذا شيء من دمنا. عن جد ما بعرف إيش هالإحساس، يعني ما بعرف أوصف لك إياه بالحكي. وبترسم لوحات إشارات استفهام. أهم شغلة فيني أعرف فيها عن حالي إنه أنا بنت من بنات الثورة. لي 4 سنين نادرة حالي للثورة، لساتني مستمرة إن شاء الله. كنت على كل زنزانة وكل فرع أدخل فيه كنت أكتب إلى كل معتقل حر لا تحزن إن الله معنا، لأنه بعرف في حدا بعدي رح يدخل عليها. كنت بعدرة كتير كنت أكتب على الحيطان، يعني صاروا يقولوا لي البنات إنه أشبك جناتي، يعني إنه دائما اعتقي هالحيط وأحلي عنه. احكي لحدا عن حياة المعتقل، يعني إذا بدي أوصفها بكلمتين فيني أقولك إنه هي المعتقل هو مقبرة للأحياء. يعني ما يخطر لك إنه تعرفي أنت شي برا أو عن معالم المكان أو مين برا أو مين بالغرف الثانية. عدد البنات اللي فيها حسب، يعني أحيانا تعدي فترة نوصل للـ20. ما نفع الكل يناموا، عالم تنام، عالم تقعد، عالم توقف. مجرد ما ينفتح الباب وينقال اسمك معناته انه انا رح اتعرض لتعذيب ولألف قصة، ورح يجوا مثل الكلاب المسعورة اكتر من حدا يكونوا معي بالجلسة. مرة كان في شاب عم حققوا معه، طالعوني طبعا كان عم عزوا هيك، فتطفبه اغتصبوا للشاب وقدامي، وانا ما بصير انه ما اطلع، كان لازم اطلع لانه لو ماني مطلعة كان بده يعمل فيني هذا الشيء. اشتقت لكل شيء خضروات فواكه، لانه عفن قلبي من الخبز والبرغل والبطاطا المسلوقة الناي اللي كنت اقرطها مثل التفاحة. لحد الان هنا هيك بحس حالي كأنه طالعة أول يوم لسه، أو بحس حالي أني عايشة هاي التفاصيل مع العالم اللي تركتهم جوا. أنه كتير بضايقني موضوع أنه أنا طلعت وما فيني أعمل شيء للناس اللي تركتها جوا. بلشت بالثورة مع بداياتها هون بحلب، طبعا كنت اطلع بمظاهرات جامعة حلب كلياتها، وبعدين بلشت اعمل دورات اسعاف قبل ما تتحرر حلب. في وقت اللي تحررت التحقت بمشفى ميداني. ثورة عايزة تاني؟ يا ولد عايزة تلعب نفس الشيء، حتى قلنا انه قضيت. ايه ايه اسمس
أنا قلت العشرات. أسألهم مرة كمان. برافو عليك. نحن بوحدة من المدارس الميدانية بمدينة حلب المحررة. طبعاً أنا من فترة طويلة يعني من أيام بعد المشفى بلشت أشتغل بمدارس ميدانية، من وقت ما صار في شيء اسمه مدارس ميدانية بالمناطق المحررة. فهو غير صالح للحياة، وكوكب المريخ طبعاً حجمه بيطلع قد نصف حجم كوكب الأرض. هلأ أنا كتير بحب التعامل مع الأطفال، يعني دخلت فرعي بالكلية تربية الطفل لأنه أنا فعلاً بحب هذا المجال. أيام الحرب يعني في كتير صعوبات، يعني نحن قلنا تقريباً أكثر من شهر وقفنا أسبوعين لأنه نزل برميل كتير قريب منهم، فالطلاب ما عاد حدا يجي كلنا نخافه. يعني الوضع الأمني هو أكبر مشكلة، إنه مو أي أم بتأمن على أولادها وتبعتهم على المدرسة. إنه نحن بوضع حرب، ليش لحتى يكون في أولاد؟ ليش يولدوا بهيك ظروف سيئة؟ ليش؟ لا بلا. مين هاد اللي بده يحبني ويكون معي بهاي الظروف؟ إذا اللي إجوني بعد ما طلعت من المعتقل كرمال إني والله هي كانت معتقلة، هي ممكن كذا وكذا وكذا صاير معها، فأنا جاي أستر عليها؟ لا ما بدي. أنا مالي يعني حدا ينشفق عليه. قبل الاعتقال وبعد، قبل ما كنت أعرف شيء اسمه كره، بعد صرت أعرف إيش هذا الكره، إيش هذا الحقد. للأسف طبعاً ما كنت بتمنى إنه أصير هيك. يبرد قلبي وقت ما يضل في جوا معتقلين، ما في شيء يخليني أوقف هذا شغلي وألتفت لحياتي الخاصة كبنت وأرجع مثل ما كنت، ما في شيء أبداً. يعني أغلى شيء عندي دراستي وتركته، أهلي وبعيدة عنهم، موضوع الارتباط والعيلة وهيك كله لغيته. يعني ما ضل شيء بقى، ما ضل يعني اعتقال وتعرضت له، يعني ما عاد في شيء أسوأ من اللي صار إنه ممكن يصير غير الموت. عايش الوحدة بلاك الله وسامك شو الله بلاك يا ولد. نعم لن نموت ولكننا سنقتلع الموت من أرضنا. نعم لن نموت ولكننا سنقتلع القمع من أرضنا. هناك بعيدا بعيد سيحملني يا رفيق الجنود. هناك بعيدا بعيد سيحملني يا رفيق الجنود. سيلقون بي في الظلام الرهيب، سيلقون بي في جحيم. كنت ضايع عمليني عجيات اطلع لطيش شوف، يعني العودي الواحي في عجيات في الدروب هلق قوكشاتين كلني في هالقن وقعدتين في هالمزايا. صاروا مثل المنتدى للقاء النساء، هون في نفس الوقت صار فيه محاضرات تدريب مهن مردود اقتصادي تعليمي دورات تعليمية نشاطات المواهب ببين لي محاضرات مسابقات هيك شيء. بس أعمال مجانية البنات المسجلات في كل الدورات تقريبا من 250 ل 300 بنات عندهم وقت فراغ كبير كتير كتير صار في الثورة، يعني والأغلب بده يعبي وقت فراغه. يعني الكل صار حتى شغل البيت تغيرت الأولويات عندهم، صار في تعبات مهمة جيب، صار في تشغيل بابور، صار في تشغيل حطب، صارت اهتماماتهن قبل غير اهتماماتهن هلق وقت الثورة في البيت. حتى القيود الكتير اللي بتحسي انه المرأة
شغلات كتير بتحب تعملها والمجتمع والعادات حواليك ما بتسمح لك انه تعمليها. مثلا انه المرأة تطلع تشتغل انه مثلا نحن حالة حرب، انه تطلع تشتغل اي شغلة بدها اياها بتلاقي انتقادات كتير حواليها، حتى لو كان في المجال الثوري اللي هي دفعت الفاتورة الاكبر فيها. ما كان حلمي غير اطلع الاولى على مستوى القطر في الجري وفي القوى. اجيت وقتها على الضيعه زياره وتجوزت في الضيعه ونسيت هذا حلمي اللي روحته العادات والتقاليد عنا في مجتمعنا. لي 4 سنين عم بركض بس ما اخذت الجائزه لهلق. نحن في سوريا ما في منطقة إلا قطعة من الجنة عنا، غير وقت بتكوني كلنت في إجت الطيارة وهربي عن الملجأ وإجت القذيفة وأخدوا فلان وذبحوا علتان. يعني بتطلعي من هالحالة على الطبيعة بتلاقي حالك بتشعرف إنه أنت وربك مع بعضكم لحالكم، ما حدا مسيطر عليك. بعتقد انه انا صرت اكثر انه اهتم في الناس اكثر، خصوصا النساء والبنات. كنت ما اهتم ايش بدي من هي، ايش من صار مع هون، ايش بدي من هون. بس في وقت الحرب حسيت انه نحن في حاجه لبعضنا اكثر. سوت المركز وصارت تداوم فيه، ما تجي على البيت ابدا. يعني وقت اللي بتفضى انه لشغلها كمان، انه جاراتها بدها تقعد معها، يبقى الكل انه بده يحاول انه ياخذ لها وقت فراغها مشان يقعد معها. اكثر واحد بيطرد على طلعتي لبرا هو احمد، خصوصا اذا طولت تميت للمساء بلاقي واقف لحد الباب بيقول لي لا بقى تجي على البيت. بس يعني احمد فهمان شغلي مزبوط اكثر شيء وبيساعدني في البيت. اشتغل في البيت انه اغسل واطبخ وكنس وعزل ورتب. يعني هلا لي يمكن سنتين ماني مثل ست البيت الطبيعية، انه تقعد الصبح تعمل فطور تشطف تجلي. وعمري ما صرت نظامي من اول الثورة لهلا ماني نظامي في بيتي نهائيا. بحسب حالي اذا استقريت كأنه الوضع برا كله استقر. بما انه الوضع برا مكركب لازم انا اتنام على طول مكركبه جوا وبرا، انه بس شغل خلص ما في داعي غير الشغل. ولو تسال عن سر الدنيا شو قد عدبتهم هالدورات اللي حدا يتعلم فيه. يعم السلام في سوريا. أنا من هون من المشوار.